أنجز شيئاً، يعني بدأ في تجارة فعلية، بدأ في وظيفة ويجني منها مالاً، بعدين يبدأ يحس أن فيه إنجاز بالفعل، عنده فلوس الآن، يقدر يشري، يقدر يوفر. فهنا الإنجاز هذا يعني يتعلمه المسلم في نهار رمضان، لأن كل يوم يحس بروحه، والله اليوم قريت نصف القرآن، اليوم قريت ثلث القرآن، اليوم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كذا ألف، وتكون همته عالية، ما يرضاش بالقليل، لأن الآن موسم زي ما قلنا، والموسم التاجر بيضاعف فيه الجهود. فيتعلم المسلم الإنجاز في العبادات كلها يعني في نهار رمضان، وهذا يخلي له دافع بعد رمضان في الاستمرار على هذا الإنجاز. أيضا يتعلم المسلم الخروج عن المألوف، كل يوم الصبح ينوض ويمشي للعمل ولا للقراية، وبعدين يروح يلقى الغداء قدامه حتى ما عنده نية فيه بياكل، وبعدين يطلع عنده طلعة مهمة حتى ما عنده شيء، متعود عليه روتين معين. الآن سيكسر هذا الروتين، يخرج عن المألوف، والخروج عن المألوف فيه تجديد للنشاط. وكان نلاحظوا كثير من العبادات، مثلا الأذان فيه أكثر من صيغة، الإقامة فيها أكثر من صيغة، التشهد فيها أكثر من صيغة. قالوا شو الحكمة من هذا؟ الحكمة من هذا ألا تمل نفس المؤمن من تكرار نفس الشيء، كل يوم يحس بروحه يدير فيه شيء جديد، فلما يتغير عليه المألوف يكون هذا أدعى للاستمرار على الشيء الذي يريده. أيضا تنظيم الوقت، وإحنا هذه مصيبتنا، يقولوا أخسر تعريف للحضارة شنو هو؟ الوقت. الحضارة هي الوقت، إذا واحد نظم وقته كما ينبغي فعل كل ما يريد وعنده زيادة في الوقت فاضل، لكن إذا لم ينظم وقته، لم يخطط لشيء ومخليها سبهللة، كل ما تجي حاجة يديرها وخلاص، لن يفعل شيئاً، بتتراكم عليه الحاجات والمشاغل ولن ينجز شيئاً منها. لكن لما ينظم الوقت سيدرك كل ما يريد، وقت مخصص للقرآن، وقت مخصص للذكر، وقت مخصص لمراجعة الدروس، وقت مخصص للتواصل مع الناس، وقت مخصص للفيسبوك، مش ديما. هنا يلقى نفسه محافظ على الوقت بشكل جيد. اللي يعود على هذا هو مدرسة الصوم، تفطر في وقت معين، الأمة كلها تفطر عند غروب الشمس، ويتسحر في وقت معين، ويقوم إلى التراويح في وقت معين، ينوي في وقت معين يعني في الليل قبل الفجر. هذا الشيء يعوده ويمرنه على تنظيم وقته في غيره من الأوقات، لأن 30 يوم وهو ماشي بتنظيم الوقت في هذه الأشياء، إذا قدر وضبط هذا الأمر فسيكون لغيره أضبط وأقدر. شن شروط التغيير؟ ما هو كل واحد هو يبي التغيير، لكن التغيير له شروط. أول حاجة الرغبة، إذا كان الشخص ما عنداش رغبة وقناعة بإرادة التغيير فلن يتغير. بداية المشكلة هو الاعتراف بالمشكلة، لما نبي نعالج حاجة لازم نعترف بأن فيه مشكلة، فيه تقصير معين، وفيه يعني شيء ينبغي أن يتغير. كان وصلت لقناعة بهذا ورغبت في أن يتغير، نمشي للخطوة الثانية اللي هي بعد الرغبة، وهي معرفة كيفية التغيير. مرات أنا نسعى للتغيير لكن الطريقة خاطئة، ما نمشيش في طريق صحيح للتغيير. فكان أنا اعترفت بالتغيير وقبلت بذلك، بعدين نبدأ الخطوة الثانية اللي هي كيفية التغيير. كيفية التغيير تكون بالتعويد والمران، مش معناها كان فاتني رمضان معاش نقدر نغير، لا، لكن رمضان فرصة، بس رمضان موسم فيه ضبط للوقت، فيه برمجة، فيه مساعدة على اتخاذ القرار، فيه خروج عن المألوف والروتين، وهذا يكون أدعى لأني أنا نطبق فيه الشيء اللي درته، البرنامج هذا العملي اللي بنديره، المناسبة لي في شهر رمضان أكثر من المناسبة في غيره من الشهور. ضع مقاييس لخطتك، يعني دير تقويم، نجحت ولا رسبت. بعض الناس يدير في حاجة، يعني يدير في اختبار في الأخير قبل ما يرقد، مثلا الصلاة في وقتها قداش جبت من 5 مثلا، شن اللي حفظت فيه، الصلاة مع الجماعة، الصدقة، كف اللسان، غض البصر، كف الكلام اللسان عما لا يعني، العلم، القرآن، كله يحاسب نفسه، يدير مقاييس. لكن أنا ندير برنامج للتغيير وما نحاسبش روحي كل يوم شن صار، تغيرت ولا ما تغيرتش، ما فيش فائدة. لكن لما ندير مقاييس معينة ونختبر بها روحي، نبدأ معاش نرضى أني نقعد اليوم زي غدوة، لازم غدوة أحسن. سيدنا علي قال من استوى يوماه فهو مغبون، اللي يستوي اليوم مع
الأمس متاعه هذا يعني فاته خير كثير، مفروض كل يوم يكون أفضل. وبذلك المقاييس هذه تخلي الإنسان يعني عنده حافز إنه يفعل الأفضل في اليوم اللي بعده. قلنا حفظ عقلك الباطن ما تريد، التكرار في الداخل يخلي فيه يعني قناعة بالشيء هذا ورغبة، ويعني فيه تقبل للجانب العملي اللي بتطبقه. طبق كل يوم، كان صار فيه خلل ويعني تقاعست وتكاسلت في يوم، راه بتبدأ من جديد بعدين. لكن الاستمرار في كل يوم والتطبيق، نعرف بعض الناس حتى عنده ورد من القرآن انشغل في يوم ما ما كملاش، غدوة لازم يلزم نفسه بي يعني قضاء الورد هذا اللي هو مش فرض عليه، لكن هو يريد أن يفريضه على نفسه، لأنه كان تعود على التفريط اليوم بيتعود على التفريط أياما، ثم لا يجد التزاما بهذا الورد الذي جعله، لكن لما يلزم نفسه به بحيث لو ضاع يعوضه يبدأ خلاص هذا يعني طبق التغيير كل يوم. الأهم الاستعانة بالدعاء، الاستعانة بالدعاء. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، التمسك بحبل الله جل وعلا وكثرة اللجوء إليه والانطراح على أعتابه في ظلمات الليل، هذا هو الذي يصنع العابد والذي يصنع العالم. ابن القيم رحمه الله يقول يعني تستغلق بعض المسائل على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فيمرغ أنفه في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. لا يعني لا يكتفي بما علمه فقط ولا يعتمد على نفسه، وإنما يلجأ إلى الله في العلم وفي العبادة. كان يعني الشيخ ابن تيمية مداير لتلاميذه 11 درس في اليوم، 11 درسا، فابن القيم قال: يا شيخ لو زدنا درسين عندك بعد قبل الغروب فيه وقت وبعد الفجر فيه وقت. قال الشيخ: لي ساعات أخلو فيها مع ربي ووالله ما نلنا العلم إلا بهذه الجلسات. قال: هضم مش وقتكم الآن، هذه ساعات ذكر ومناجاة وقرب من الله عز وجل، والعلم ما نيل بكثرة القراءة، مش هذا يعني صرف عن الأسباب، لكن لا ينبغي أن يعتمد الطالب عليها كل الاعتماد، تحصيل علم دنيوي أو علم ديني كل يبذل فيه يعني جهده، لكن يستعين بالله عز وجل ويبرأ من حوله وقوته واجتهاده إلى عون الله عز وجل ومدده. ويعني هذا الجانب الروحي عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله لعله هو يعني الذي أبرز جانبه الإصلاحي، وإلا فالعلماء كثر لكن يعني خلد التاريخ بعضهم، وهذا اللي تميز به الشيخ عن غيره. قال ابن القيم: كان يخرج كثيرا إلى الفلاه ويتمثل ببيت المجنون، مجنون ليلى، فيقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خالية، فيخرج عن المألوف وعن الناس وعن مخالطتهم إلى الخلوة مع الله عز وجل. وهذا الجانب الروحي اللي نأكد لكم عليه، اللي هو لازم للعبادة ولازم للعلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم بعد رمضان أفضل من قبل رمضان، وأن يديم علينا فضله وإنعامه، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن، جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. قبل أن نبدأ مع شيخ فتحي، نذكر الإخوة الحضور والحاضرات بأن باب المشاركة والتفاعل مع المحاضرة مفتوح، فأي أحد حاب أن يشارك، حاب عنده استشكال أو عنده تفاعل، فيمكنه هذا بإذن الله. شيخ فتحي بارك الله فيكم، الشاب كغيري يحتاج إلى همسات ويحتاج إلى معاهدة ونصيحة، فما هي همساتكم في أذن الشباب؟ حتى الفلوس حتى صحيح. فما هي همساتكم شيخ فتحي في أذن شاب قبل مشارف رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أؤكد على ما ذكر شيخنا الشيخ عبد الرحمن وأثني على ما تفضل به، ولا يفوتني أن أشكر كل من كان سبب في وصول هذا الصوت إلى المراد من أحبابنا من المسلمين والمسلمات. وأنا سعيد في يعني الإنسان عندما يجلس في مثل هذا المجالس يجد نفسه سعيد، وازدادت سعادتي عندما وجدت نفسي أتحدث قبل صهيب
هذا مكسب ومربح، خلي صهيب يراجع غادي في بريطانيا. وابدا من حيث انتهى الشيخ، الشيخ عندما تحدث عن حال العلماء مع الله سبحانه وتعالى في مسألة المناجاة والدعاء، حقيقة هذا ما ينبغي أن يعمل عليه الإنسان ويشتغل فيه. يعني أنتم تقرؤون القرآن نجد جميعا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن المراد أو النهايات أو المقصود أو الهدف من هذا الموسم العظيم المبارك بين واضح ظاهر لكل ذي عينين: لعلكم تتقون. ومن الأسباب المعينة على ذلك أن يكون للعبد حال مع الله سبحانه وتعالى. وما ذكر الشيخ وتفضل به هو حقيقة هو من أجمل وكلامه كله جميل ما يمكن أن يقال في مثل هذا المقام في قضية التهيئ والاستعداد لرمضان. نقول أيضا يتهيئ الإنسان في الاستعداد للاستعانة أكثر والانطراح أكبر بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لكم شيء، قديما قالوا ينبغي للعاقل ألا يغفل عن أربع، ينبغي للعاقل ألا يغفل في يومه عن أربع، في كل يوم تمر على هذه الأربع. الأولى قالوا ساعة، عن أربع ساعات طبعا، ينبغي للعاقل أن ألا يغفل في يومه عن أربع ساعات، وليس المقصود بها الساعة اللي هي 60 دقيقة، الساعة وقت من يختاره ويستقطعه من يومه. قالوا ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يجالس فيها صحبه، وساعة يشارك ويخالط فيها أهله. أربع ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يجالس فيها صحبه، وساعة يخالط فيها أهله. أما الساعة الأولى فهذا يعني بعض الناس عندما نتحدث عن المناجاة يظن أن المناجاة يراد منها أو يشترط فيها أن يكون في حال معين في مكان معين على طهارة، تستقبل القبلة تكون، وهذه كل أشياء مستحسنة مستحبة مرغب فيها إلى آخره. لكن يمكن أن تناجي ربك في ساعة في نهار وأنت تسوق في السيارة، وأنت في زحام السوق، وأنت مع الناس في أعمالهم في وظيفتك بين الناس في زحام الناس. لأن المفهوم المغلوط أن الإنسان لا يكون ربما في حال تعبد إلا إذا كان في مسجد أو في محراب أو في ساعة معينة في مكان معين، وهذا لا شك مما يعين على أن يكون الحال أقرب إلى الله إلى آخره. لكن هذه الساعة لا يحول بينك وبينها حائل، فتستطيع أن تناجي الله عز وجل، فأنت تبدأ في عملك في بيتك في سوقك في مزرعتك إلى آخره: اللهم اشرح صدري، نور قلبي، اغفر ذنبي، يسر أمري، يا كاشف الضر، يا مجيب المضطر، يا من يسمع كلامي، لا حول لي. هذه أحوال لا يحول بينك وبينها حائل، ولا يستطيع أحد أن يوقفك. وهذه يعني من مفاتيح الوصول لمن أراد أن يكون له صلة متينة بهذا الدين العظيم وأن يسلك سبيل السعداء وطريق الأتقياء. نقول له هذه الساعة في يومك ينبغي لا تنقطع، وساعة يحاسب فيها نفسه. وأنتم تعلمون أن المحاسبة هي كما قال بعضهم يعني أن ينظر الإنسان ما له وما عليه، ما له فمن الخيرات والبركات والفضائل إذا أطاع الله عز وجل ويحدث نفسه بهذا الخير وما وفق له، وما عليه من الواجبات مما هو معلوم. وكذلك كانوا يقولون في شأن المحاسبة أنها جلسة يجلسها الإنسان في ليله يقلب فيها صفحات النهار. وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. والآية القرآنية بينة واضحة ظاهرة في هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولهذا إذا رأيت الإنسان أو رأى الإنسان من نفسه أنه له وقفات أو له ساعة يحاسب فيها نفسه، فليعلم أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليه. لأن من حاسب اليوم نفسه خف عليه حساب يوم الحساب، وهذه كما قلنا علامة وبشارة خير. بل إن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كان يقول: إذا أراد الله بعبده خيرا جعل له شاهدا في قلبه
يعاين به حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ويقدم ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. فلهذا نقول هنيئا لمن كانت له هذه الساعة، قلت أو كثرت، طالت أم قصرت، فهي ساعة عظيمة مباركة ينبغي للعاقل ألا يغفل عنها، وساعة يجالس فيها صحبة، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أمر بذلك، فقال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فأهل العلم وأهل الذكر وأهل القرآن وأهل الإيمان مجالسة بركة وخير وفضل ورحمة، وبشرك بشارة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في الحديث عند البخاري مسلم أن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم، فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحفون بأجنحتهم إلى السماء الدنيا يسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم منهم، إلى ما آخر ما ذكر في الحديث. الذي يلفت الانتباه ويقف عنده الإنسان هو أن الله سبحانه وتعالى لما قالت الملائكة يسبحونك يكبرونك يسألونك الجنة يستعيدونك، قال الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت له. فقام ملك من الملائكة فقال: يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال النووي في شرح: جاء لحاجة من الدنيا، هذا لا يعرف عنه حرص ولا على ذكر ولا على ورد، لكن جاءت به حاجة. فقال الله تعالى جل في علاه: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. لو لم يكن في الترغيب في مجالس الصالحين إلا هذا لكفى، بل إن في رواية أنه قيل أو قال الملك: يا رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم. ملف رأي مثل زي جماعة. فيقول الله تعالى: أشهدكم أني هم الجلساء لا يشقى جليس. فهذه الساعة، واليوم مع وجود الوسائل الحديثة هذه، يمكن إنسان أن يجلس مجلس في غرفة على الواتساب وغيره، تجلس الأخت مع الأخوات مذاكرة علم قرآن ورد تسميع إلى آخره، وذلك الإخوة والشباب يصنعون هذه المنابر وهذه الوسائل. وساعة يجالس فيها أهلها، قالوا العلماء، لأن هذه الساعة يستعين بها على تلك الساعات، فإن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة في الحديث المعروف عندما تعرفونه، يعني عندما مر أبو بكر أو حنظلة على أبي بكر، فقال أبو بكر لحنظلة: ما فعل حنظلة؟ شن الأمور اليوم؟ كيف حالهم؟ شن أخبارهم؟ فكان حنظلة واضح وصريح، وكان في شيء في صدر أخرجه، فقال: نافق حنظلة. حنظلة ليلى ربي فرج عليه. كلمة النفاق كلمة غاية في الخطورة، يعني الصحابة يدركون خطر هذه الكلمة وعاقبة أصحابه. فكان أبو بكر كأني به قد انتفض، قال: لا ويحك، ما تقول؟ نافق، هذه موضوع كبير. ففسر له النفاق وقال له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا بالجنة والنار حتى كأن نراها رأي العين، أو كما قال. قبل أن آتي على ما أردت من ذكر هذا الخبر، يلفت الانتباه ويقف عند المتأمل لهذه القصة كلمة أبو بكر. والله يا جماعة الخير، يعني حقيقة كل يوم الإنسان عندما ينظر في سيرة أبي بكر الصديق يدرك أنه رجل عظيم. لو جاء رجل يوم في صورة حنظلة ووقف بين يدي عالم أو مصلح أو واعظ أو غيره وقال له: أنا وقعت في النفاق أو فعلت ما يفعل أهل النفاق، لأخذ هذا الداعي أو العالم شهيق وقال له: اتق الله، استغفر الله، أصلح، افعل كذا كذا كذا. لكنه لما قال حنظلة ما قال لأبي بكر، قال أبو بكر وهو الصادق: والله إني لأجد ما تقول. كان هو هذا النفاق أتني زيك، وهذا هذه دليل على صدق أبي بكر وتواضعه. فذكر الخبر عندما اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا حنظلة، لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن حنظلة ساعة وساعة. الساعة هذه الأولى هي الساعات الثلاث، اللي هي ساعة ينجي فيها ربه، ساعة يحاسب فيها صحبه، ساعة الثالث شو قلنا إحنا؟ ساعة ينادي فيها ربه ويحاسب ويجالس فيها صحبه. وهذه الساعة الثانية التي عندما قال حنظلة ساعة وساعة، هي الساعة التي يكون فيها مع أهله ويكون لها ما يكون من حظوظ النفس.
فلهذا نقول إن الإنسان إذا أراد أن يتهيأ لرمضان ينبغي أن يحرص على هذه الساعات الأربع. ثم إذا أراد الإنسان أن يسير سيرا حقيقيا فليسير بقلبه قبل أن يسير ببدنه، لأن السير الحقيقي سير القلوب. من اعتنى بالقلب اليوم فقد اعتنى بما هو أولى بالاعتناء به. النبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة بينة ظاهرة واضحة لكل ذي عينين عندما قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أنت تخدم على الجسد وعلى أفعال ظاهرة وهي حسنة وطيبة ومباركة، وتغفل القلب الذي هو وعاء هذا الخير العظيم من الإخلاص والإيمان والحب والخوف والرجاء والمعاني العظيمة جدا. ولهذا إذا أردت أن تشتغل في هذا الشهر فليكن من أولى أولوياتك أن يرزقك الله قلبا خاشعا وقلبا ذليلا وقلبا ينبض بالإيمان، وتدعو الله عز وجل يدعو المسلم وتدعو المسلمة أن يرزق الله عز وجل جميعا هذا القلب، لأن هذا القلب إذا صلح كما تقرر صلح الجسد كله. ثم إن الإنسان يحرص أن يكون ممن أنس بالله في هذا الشهر وفي كل شهر، لأن الأنس بالله سبحانه وتعالى من أعظم العطاء. وأنتم تعلمون في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال يتقرب. هذا صاحبنا أدى الفرائض، والآن بنتقل إلى مرحلة وإلى منزلة أعلى وهي ما يتعلق بالقلب وبالسير الله وبالحب والأنس بالله غير: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. يا جماعة الخير، أنتم متصورين ولا مش متصورين؟ إنسان يمشي على الأرض ويزاحم الناس ويأكل مما يأكل الناس ويشرب مما يشرب الناس وهو مسدد موفق محبوب من فوق سبع سماوات، هذا أمر عظيم جدا 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 جدا. ولهذا إذا رأينا الإنسان يأنس بالله اليوم بعض الناس يقولك: شيخ والله كلامك طيب وجميل وشاكر لك وجزاك الله خيرا، لكن تبي الحق ولا؟ والله نطلع من هنا ما نقول في شيء من اللي تقول فيه هذا صح. في هذه اللحظة يحصل لنا شيء من التجليات والإيمانيات، نقول له إن الإنسان يجتهد ما استطاع في هذا الباب، ونحن في دار الجهاد والمجاهدة والمصابرة، لكن ينبغي أن نعلم أن الأنس بالله مطلب كل مؤمن تقي نقي صاحب همة في هذه الحياة. والأنس إنما إذا اجتمع فيك القرب والحب فاعلم أنك قد أنست بالله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يحبهم ويحب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وهو الغفور الودود. إذن هدفك أو من أعظم أهدافك أن تكون من قوم أنسوا بالله. الناس تجاه الأنس بالله كما قال العلماء على أربعة أحوال، وهذا يفسر لنا، بل اليوم إن شاء الله كل واحد يرجع إلى البيت ويقف أمام المرآة المحاسبة، مش مرآة بتاع السقيفة هذيك ولا في الدار، لا، مرآة المحاسبة. وبل الإنسان على نفسه بصيرة، هو يسأل ويجيب، يسأل يقول: أين أنا من منازل أو هل أنا ممن أنس بالله أو لا؟ فقالوا إن الأنس بالله أو الناس تجاه الأنس بالله على أربعة أحوال، فمنهم صادق ومنهم معلول ومنهم ميت مطرود ومنهم ما ذكروا. فقالوا: من وجد أنسه بالله مع الناس وبعيدا عن أعين الناس في الخلوات قالوا هذا صادق مؤمن قوي. ومن أنس بالله بعيدا عن أعين الناس وفقده عندما خرج إلى الناس قالوا هذا صادق مؤمن لكنه ضعيف بخلاف الأول. الثالث قالوا هو الذي وجد أنسه بالله مع الناس فإذا خلا بالله وغابت عنه أعين الناس لم يأنس بالله، قالوا هذا معلول وعنده مرض، ويراد بالمرض هنا مرض القلب. ومنهم وهو الرابع من لم يأنس بالله لا مع الناس ولا بعيدا عن أعين الناس فقالوا هذا ميت مطرود نعوذ بالله من ذلك. كل واحد يقف مع نفسه يقول: والله يعني في إذا كنت مع الناس وبعيدا عن الناس فأنت الصادق المؤمن الموفق المسدد بإذن الله تبارك وتعالى. وانتهى الوقت. إذا في مشاركة ممكن تفضل أعطيها اللقب يا شيخ، نسمع بقى. مش
هو ذكرنا هذا يعني قلنا ان الانسان عندما يكون في حاله كيف يجد يعني اثره هو 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 مثلا على سبيل المثال عندما نتحدث عن هذا هو طبعا هو الان هو كما قلنا يعني هذا شغل ومشروع عمر يعني لأن بعض الناس يظن أن هذا الأمر ينال بما بالتحلي أو بالتمني هي رياضة ومجاهدة ودعاء وتضرع وسؤال وعمل وصبر ومصابرة والله أكرم الأكرمين فإذا علم الله ورأى في قلب عبده صدق الإقبال عليه ألقى فيه الأنوار عندما تحدثوا مثلا عن البصيرة قالوا هي نور يقذفه الله في قلب عبده عندما تحدثوا عن المحاسبة فكل هذه المعاني الأعمال القلبية هي تحتاج من الإنسان أن يكون علاقته بالله أكبر وأقوى وعلاقته بكلام الله أقوى وأكثر إذا تأملت وتأملنا جميعا في القرآن نجد أن الاعتناء بالقرآن بالقلب في كتاب الله عز وجل بين ظاهر لكل ذي عينين بقي أن يقال ما هي العلامات نقول الوجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واحد يقول شنو الوجل نقول أسأل أهله الذين وجلت قلوبهم يقول لك شنو الوجل تقشعر جلودهم ولهذا أسماء سئلت عن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ عليهم القرآن كيف كانت حالهم قالت كانوا كما أخبر الله في القرآن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية تقشعر جلودهم وتدمع أعينهم وهذا كما قلنا يحتاج من الإنسان أن يكون صادقا في إقباله لأنه من صدق الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يصدقه ويسدده ويثبته ويوفقه ويعينه ولا يأمن الإنسان على نفسه أبدا حتى وإن وصل يوم من الأيام إلى منزلة معينة أو حال ففي أي لحظة يعود وفي أي لحظة يصعد لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان يقول هذا كثير لا فلما سئل عن ذلك قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء أو كما ذكر صلى الله عليه وسلم وقبل أن أختم أحب أن أذكر نفسي وإياكم بأن هذا الشهر شهر عظيم شهر مبارك لعل من أعظم ما يستعان به في هذا الشهر هو مسألة الدعاء كما تفضل الشيخ وأنتم تدركون هذا في آية الدعاء في وسط الآيات التي تحدثت عن الصيام كما تعلمون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فمن لم يغفر له في رمضان فمتى ومن لم يتصل بالله في رمضان فمتى ومن لم يرفع كف الضراعة إلى الله في رمضان فمتى ومن لم يستجب دعاءه في رمضان فمتى ومن لم يعفر وجهه في السجاد لأن التراب ما نصلوش فيه احنا فمتى فإذا هذا شهر التضرع وهذا شهر الدعاء وهذا شهر البكاء وهذا شهر الرجاء وهذا شهر الخوف وهذا شهر الطمع وهذا شهر السؤال والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرد يديك وقد رفعتهما إليه صفرا والله أكرم من أن يحرمك من هذا العطاء وقد أعطى من هو دونك فلهذا إذا كان الإنسان موفقا في شيء فليكن اجتهاده وسؤاله لله سبحانه وتعالى أن يوفقه لأن يكون موفقا لهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله في شأن من العلماء الربانيين المصلحين قال وينبغي للعالم أن يكثر من سؤال الله التوفيق هو عالم ومع ذلك يقول ينبغي أن يسأل الله عز وجل التوفيق لأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أو كان عليه الصلاة والسلام وهو الذي بلغ ما بلغ من الإيمان والإحسان إذا جاء الليل وقام يتهجد كبر وقال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق اهدي قلبي اهدي لساني اهدي بصري اهدي جوارحي اهدي من حولي لأنهم هؤلاء كلهم يعينونك وتسأل الله عز وجل الأنوار ولهذا أقول وأختم قائلا إن هذه الأنوار من أعظم الحياة العطاء في هذه الحياة وهي أنوار كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إياه ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وفي بصري ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نور اقرأوا القرآن تجدون هذه الأنوار وأختم بقصة أنا قديش قلتها مرة وأختم سبع مرات قلت وأختم بقصة إن حدثت لي مع أحد الطيبين صليت صلاة المغرب في مسجد فلما كنت خارجا لحقني قال يا شيخ لن كيف حالك في الخمسين من عمره كيف حالك طيب الحمد لله أحبك في الله قلت له هاي حتى نحبك في الله
قال انت يعني بقول لك شيء، انت طالع من الجامعه، انا بقول لك شيء قبل لا تطلع. قلت له قول. قال انت تقريبا قبل سنه يا شيخ اعطيت محاضره في مصلى ام المؤمنين في بوسلم. ايه قلت له صح تذكر فيه. قال انت يا شيخ، قلت هذاك اليوم كلمه والله يا شيخ، ويك طبعا احكيكم زي ما يحكي، والله يا شيخ من هذاك اليوم وانا حافظ عليه. قلت له وقفت قلت له شو قلت؟ قال انت قلت المعصيه ظلمه، وش اللي بدل الظلام؟ النور. اقروا النور، اقروا سوره النور، والله تجدوا فيها انوار عجيبه. تبع؟ قال لي والله يا شيخ من هذيك الليله اني ما سيبت سوره النور. قلت له يا سلام، والله يا شيخ قال لي في صدري نور ما نقدر نصفه. سبحان الله. قلت له فاطر انا فوت علي شهر ما نقراش فيها سوره النور. فنور على نور يهدي الله لنور من يشاء، وبارك الله فيك وجزاكم الله خير. بارك الله فيك شيخ فتحي وجزاكم الله خيرا. شيخ فتحي من باب المشاركة مع الجمهور بنسأل سؤال وجائز عليك أنت يا شيخ. عادي حول الشيخ رسيل. فتحي ذكر بأن أربع الإنسان أن يكون أربع ساعات، فمن لك استحضر معنا لك يذكرنا أربع ساعات لدينا عبد يكون ساعة مع كذا وساعة مع كذا، فها من ينشط معنا؟ ها طلبة ال يحفظوا في المختصر يا شيخ، الله مش حافظين هذه معقولة؟ ما الأخت؟ لا أنا مش شيخ سعيد. بدي اخذ اللقط بس انا نقول المطلع ويكمل. ها تعال خذ اللقط. ها قلنا ينبغي للعاقل الا يغفل في يوم عن اربع ساعات. هاي تفضل. تفضل. ساعة يناجي فيها ربه، هذه الاولى، وساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة يجالس فيها صحبه، وساعة يخالط فيها اهله. ايوه الشيخ فتحي جائز عليك ان شاء الله، جزاك الله خيرا، هذا من الصدقات. نعم كلمه طيبه صدقه. ها شنو جائز يا شيخ فتحي؟ اي جزاك الله خيرا. باي. كلمه طيبه خيرا. صدقه جائز، دعاء ادعو له. نعم شيخ بارك الله فيك. شيخ صهيب معنا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله شيخ صهيب، ما شاء الله عليك. اهلا وسهلا، اهلين وسهلا بالمشايخ، حياكم الله جميعا واهلا وسهلا بالحضور. ربي يبارك فيك ان شاء الله وجزاك الله خيرا شيخنا. على نهدر الزناويه راه ظرفه وكذا، وقال لي الاسره عندي هو اللي ماسك الاولاد وقاعد معاهم، قال لي الرعايه. ها الرعايه. نعم اي والله جزاك الله. فبدي ورد لي الفراش لاولادي هم راقدين، قلت له بارك الله فيك شيخ، هذا عمل شاق والله يا سيدي. حيشاركوكم حيشاركوكم معكم اليوم ان شاء الله. ان شاء الله شيخ. شيخ صهيب اسمع شيخ، قبل انت اعطيت الكلمه للشيخ فتحي قبل، هو فرح فيها وهذه حيمسكها يعني حيشد عليها فتره طويله. هذا رزق، رزق اعطانا الله اياه. ها رزق، رزق هذا ساقه الله الي. والله يا شيخ عبد الرحمن، شيخ عبد الرحمن قاعد معنا، انا قدمنا انا والشيخ فتحي تطلع برنامج من اسم جدد ايمانك في التناصح، فكان ما يعطيش فيها كلمه الا نادرا، عرفت؟ هو المفروض البرنامج متبادل لنا نحن الاثنين، فكان الناس اللي يشوفوني يقولوا لي الشيخ اللي انت كنت تقدم له انت كنت المذيع، اقول لهم والله ما كنتش مذيع يا جماعه، كنا نقدم مع بعضنا، لكن حتى تو طول تقريبا ساعتين ولا ساعه. وبلال خايف مش قادر يقاطع. يصلح الله الحال. الله يبارك فيك شيخ صهيب. لا يخفى عليك بأن الشباب خاصة وغيرهم عموما أصبحت تحديات الآن بالذات في رمضان، مسلسلات وغيرها وغيرها من الإشكاليات، فلو نصيحة كي أو توضح لنا أهم إشكاليات الشباب والمساهمة في تقليلها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا بعده من الذنوب معصوما، اللهم آمين. والله الإشكالات شيخ هي كثيرة، لكن نحاول إن شاء الله نختصره قدر الإمكان، نذكر ممكن أهم ثلاث إشكالات. في إشكالية يعني أو ضحكة يضحك فيها الشيطان على كثير منا. الضحكة هذه شنو؟ الضحكة يجيك من باب كويس، من باب أنك أنت رمضان هذا حتكون فيه أحسن واحد، وحتغير من نفسك وتكون يعني أحسن نموذج أنت تبيه من نفسك حيكون في رمضان. لكن رمضان مازال، خلي لما يخش رمضان تو تبدأ بإذن الله عز وجل وتقتحم وتدير وتدير وتدير. لكن إيش يدير لك؟ يقول لك تو كان عندك معصية تبي ديرها ديرها تو، كان عندك ذنب راه وقتها تو، راه لما يخش رمضان ما عادش في ذنوب، عرفت؟ فيجيك تو يجيك يقول لك كان عندك ذنب سجد به بدري بدري، راه عيب عيب يجي رمضان وانت يعني تبي تدير ذنب في رمضان، ولا ذنب وانت صائم، ولا ذنب في الليالي الطيبه ليالي رمضان، ثقل ديرها تو. فللاسف هي ضحكه راهي تنطلي على كثير منا نحن الشباب فعلا.
وسبحان الله الإنسان لما يملأ قلبه بالذنوب والمعاصي تصعب عليه وتثقل عليه الطاعة، وهذه هي اللي نحن ما ننتبه لهاش. أنك أنت كل ما تزيد ذنب، كل ما تزيد معصية، المعصية هذه تبي تقلل من نسبة الطاعة عندك، المعصية هذه بيكون فيها وبال من نوع معين عليك في حياتك، لكن أنت مرات ما تدركش الشيء هذا. الشيء الآخر أنك أنت لأنك ما استعدتش لرمضان قبله، حجي مرة واحدة وتبي تقبل، وهذا يا شيخ يعني أقدر نقول لك شيء مكرر عندنا نحن الشباب كثيرا. أول يوم أول يومين في رمضان تكثر من الطاعات، يعني السنن القبلية والسنن البعدية وتلاوة القرآن لغاية الشروق، وبعدين صلاة الضحى يصلوها 6 ركعات ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني من الطاعات ما شاء الله. فالإنسان اللي مش متعود أبدا وكان ضاحك عليه الشيطان وقال له خليها في رمضان، كان عايش حياته يعني كحياة كثير منا فيها من المعاصي ما الله به عليهم، هذا الإنسان حي ما شاء الله عليه يكون 100% أول يومين في رمضان 3 أيام لو هو اجتهد وكان عنده القدرة مرات يوصل 10 أيام. بعدين شو يصير؟ ما يقدرش، طبيعة الإنسان. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، نحن طبيعتنا مش هنقدر نكمل. ليش؟ لأنك أنت مش متعود. هذه زي الرياضة، يعني واحد كان مصاب، خلينا نقول المعصية هذه إصابة، أنت كنت مصاب إصابة في القلب، والمعصية هذه كيف اللاعب اللي عنده مثلا رباط صليبي ولا كذا خذاه 6 شهور راح، بيرجع الآن بيرجع للطاعة، أنت هذا اللاعب بيرجع للكورة، أنت تبي ترجع للطاعة لازم في تدريبات ويأخذهم قبل ما يخش للملعب، ممكن شهر إحماء وفي رياضة في بالضبط عمليات الإحماء هذه ممكن تأخذ شهر لغاية ما يرجع اللاعب من الإصابة ويرجع يلعب بشكل كويس. فأنت أو أنا وكلنا الشاب لما يكون مليء بالمعاصي لا ما تدخلش مرة واحدة بدون استعداد، ويا سيدي باهي استعدادك كان ضعيف، خلي أول أيام رمضان استعداد لآخر أيام رمضان، لأن الخطة اللي أنا حكيتها تو أن نحن نبدع في أول يومين ثلاثة إبداع ما نقدروش عليه أصلا. لو الإنسان اكتفى بالصلوات المفروضة وما فيش ولا معصية كان خيرا له، لأن الإنسان لو قلل من المعاصي أو يعني وقف المعاصي وقلل من الطاعات خير من انه يزيد في الطاعه شيء هو ما يقدرش عليه بعدين ينتكس. يعني مطلوب، لان النبي حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، يعني الاكثار مثلا من صلوات النوافل قيام الليل ورد القراني كذا، هذه نوافل طيبه لو انت مش متعود عليها خذها بشويه بشويه. فاول اشكال الاكثار هذا يضيع عليك افضل ايام رمضان وافضل ليالي لهن ليالي العشر الاواخر، وهذا راه اشكال شيخ والله نشوف فيه كثير جدا عند الشباب وارد، لان يعني اخر ايام خلاص يرجع في رمضان ينتهي هو بيرد المعاصي افجر مما كان، لكن ما عاش انتهى رمضان طولت الحكايه. ولذلك للاسف حتى في نهايه رمضان تلقى الاسواق ممتلئه وهذه افسد الاماكن، تلقى الناس مثلا الشباب ماشي كح يقصبص ياخذ لك كليم يحصل حاجه يروح بيها يقضي بها ليلاته قبل رمضان، عرفت؟ ويقول لك لا والله انا الحمد لله ويقول لك انا شنو؟ ويقول لك انا والله الحمد لله لغايه المغرب اموري طيبه، او جاك مضيف امور طيبه عليك معي. هذا الشيخ اواب حياك الله. اللهم صل على سيدنا محمد طبعا بارك الله لك فيه. يسجل في السي في بتاعه انه اول مره ظهور اعلامي يطلع يكون مع الشيخ فتحي والشيخ عبد الرحمن والشيخ بلال والحضور الكريم. ربي يبارك لك فيه ان شاء الله يا سيدي. الله يكرمك. فسبحان الله زي ما قلنا ان المعاصي في نهايه رمضان تكثر. ليش؟ لان الشاب هذا ضغط على نفسه، بعدين قال لك انا اصلا قصه الالتزام وقصه التدين وقصه الموضوع هذا مش شغل، موضوع اني انام حتى مش التزام وتدين، موضوع اني انام اكون كويس، يبدو اني انام مش من هذا الصنف، خليني نعيش حياتي كيف ما كنت، ويرد بعد رمضان أسوأ مما كان قبل رمضان. ليش؟ للغلط اللي احنا قلناه، اكثار من طاعات هو مش متعود عليها اصلا. فالانسان يبدا الحل شنو؟ لو انت ما عندكش استعداد اهل مازال كم يوم او المشايخ وصوا كيف الانسان يستعد، وفي رمضان ابدا بشويه بشويه، حاول توقف المعاصي والطاعات ادير منها اللي تقدر عليه، صلوات الخمس المفروض هذه ما تفوتهاش، صيام رمضان صيمه، ولو اللي تقدر تزيدها بشويه بشويه زيد، عشان لما تجي العشر الاواخر يكون على الاقل اول 20 يوم كان كاستعداد بالنسبه لك لليالي العشر اللي هي زي ما قال دكتور الرحمن زي ما جاء في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، هذه كناية على الاستعداد لهالليالي الطيبة. فهذه هي نصيحتي بالنسبة للإشكال الأول. كذلك النوم، الإكثار من النوم في يوم الصيام
الله يتلقاني راقدين راقد لعند العصر ومرات راقد لعند قبل المغرب بربع ساعة بنص ساعة وكي ينوب والله يقول لك رمضان السنة طويل صراحة الله يتعبنا يعني أنت إيش تعبت إيش شفت من رمضان وعي قبل رمضان قبل المغرب بعشر دقايق على كل فالنوم في يوم الصيام لا الصيام الإنسان راهو يعني من امتحانات إن الإنسان نعم تشعر بالجوع وتشعر بالعطش يعني ما تحاولش إنك تهرب من شعورك بالجوع كأنك ما تبيش أبدا وهذه تؤدي بيك أنك أنت تأكل تفرط في الأكل سواء وقت المغرب سواء وقت السحور يفرط الإنسان في الأكل والإفراط في الأكل مش أنه نشبع بس مرحلة ما بعد الشبع يعني أنا في اللي يظن أنه هو عند الخاصية متاعت الجمال أنك أنت لو تشرب من المية ولو تأكل تقدر تخزن ما فيش تخزين في الموضوع عندناش نحن الخاصية دي كبشر لكن هذا هاجس يعني أنا ما نبيش نجوع اليوم ما نبيش الهرب من الجوع والهرب من العطش فياكل بشكل كبير ركل والاكل سبحان الله يثبطك على الطاعه من ناحيه ومن ناحيه اخرى الانسان يمشي يرقد في اليوم على قد ما يقدر اللي نهلبها من اليوم نهلبها اللي تفوت تفوت وهذا خطا مش معنى هيك ان انا المقصود من الصيام انك انت تتعب تعب شديد لا بس انت خليك متوازن خلي الموضوع عادي ما تركبش على روحك ضروري ناكل واجد ضروري نرقد واجد ما تركبش على روحك تعامل مع الموضوع بشكل عادي وقول ومش صح انك تشبع لكن يا سيدي اشبع لكن ما تكثرش اي روحك لان هذا يعيق بين الانسان ان يعيق الانسان على الطاعه ويكون سد بين الانسان وبين التغيير اللي هو ينشده في رمضان من نفسه فزي النوم والنوم من مساوئه يخلي الانسان يفوت الصلاه والصلاه اهم من الصيام الصلاه الناس اللي تترك الصلاه حتى يخرج وقته هذا وصايم يعني راهو عندنا نحن هيك ثقافه هذه نوع ثقافه هو نقدسه في التراويح اكثر من الفريضه نقدسه في التراويح صلاة التراويح هي صلاة قيام أكثر من الفريضة ونقدسه في الصيام أكثر من الصلاة مش معنى هيك إن الصيام عبادة عظيمة مش هيك تكلم وسبقوني بالكلام لكن إنك أنت تضيع الصلاة وتظن إنك أنت أمورك طيبة وماشي صح في الصيام هذا خطأ أنت الصيام هو شيء تصوم على المعاصي وتخلي طاعتك في وقتها فهذا من عيوب النوم الطويل في يوم رمضان من الإشكالات كذلك فالشاهد في الأمر أن الواحد يضبط نفسه اضبط نفسك وصلي فريضتك في وقتها وحاول نومك ما يكونش يعني ما يخليكش تفوت فريضة أقل شيء يعني. لو فات كذلك في إشكال عندنا نحن نظنه إن لو أنا بديت رمضان إنسان جديد مثلا خلاص أنا بديت رمضان بإذن الله عز وجل حنغير من نفسي ونبي وكذا الإنسان يعني دار معصية غلبات نفسه في ليلة من الليالي في يوم من الأيام ودار معصية شاف شيء معين مر بشيء معين كلم بنت دار أي معصية معينة هذه ما هيش النهاية نحن نظن أنك أنت لما تبي تبدأ في رمضان معناها ولا معصية لو درت معصية واحدة من رمضان ما صار مني شيء وينتكس ودي أفلان كيف صار أنت يا رجل كنت ناوي يعني وكذا والله يا رجل ما صار مني شيء عرفت حاولت رمضان هذا لكن والله أنت ما صار شيء حاولت معصية معينة نعم يا رب بهادي خلاص قاعد يجيب بشكوط مستغل طبعا هنا في الدرس يبي شوكولاته وبشكوط انت تتركوا عايزه بسرعه اسف عندك بابا اسف يا بابا هذا كله من الشيخ بلال طبعا شو يا شباب هلا انت تشوف المهم سامحوني يا سيدي على القطع فكنا نحكوا على قصه شنو ان الانسان لما يدير معصيه معينه يظن أنها النهاية خلاص أنا قمت بالمعصية هذه معناها أنا ما عادش نقدر نرجع الله عز وجل مش حيقبلني وهذا ظن ما هوش صحيح مهما بدر منك من المعاصي ولو وانت صحيح ولو في ليالي العشر الأواخر ولو هذا مش تشجيع على المعصية الإنسان مفروض ينوي إن ما فيش ولا معصية فعلا هذه النية الصادقة الخالصة اللي تكون عند كل واحد فينا لكن لو صار وغلبتنا نفسنا مثلا والإنسان أتى معصية معينة ما هيش يرجع هذا هو الإنسان أن يرجع لله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا مش بس أذنب ذنب ولا ذنب أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عمرك ما تيأس عمرك ما تخنط من رحمة الله عز وجل مهما الإنسان قدم مهما الإنسان دار من الذنوب ارجع لله عز وجل وربي حيقبلك ومش حتلقى أيام يقبلك فينا الله عز وجل أفضل من الأيام اللي اختارها الله عز وجل أنها تكون أيام أفضل شهر ينزل فيها الله عز وجل القرآن فيعني هذه نشوف فيها من أبرز الإشكالات وحاولت نعطيك حلول بسيطة لكن يعني من ذكري للإشكال يتبين الخطأ فيه ويتبين هو الحل فيه وهذه هي الكلمة إن شاء الله سيدي الطيبين واللي عنده أي استفسار أو مداخلة نعم بارك الله فيك شيخ صعيب وبارك الله فيك المجال مفتوح لو أحد حابب يشارك حاب كذا قال لك لو بعطونا كلمة معكم نعم
بارك الله في الشيخ فتحي. قال نعطي سؤال، قال بالنسبة للأخت اللي جابت، قال بإذن الله عندي كتاب، نسخة من كتاب أذكر مسيرة الحياة، فقال بإذن الله نسخة لها اللي أجابت. كذلك عندي سؤال ثاني من خلال إشكالات اللي طرحها الشيخ صهيب، فمن يستحضر معنا أهم الإشكالات اللي طرحها الشيخ صهيب بكي وله نسخة بإذن الله من الشيخ فتحي؟ يحق لنجاوب أنا؟ لا لا يا شيخ، لا للحضور هذه بس يا شيخ. ما عندنا إشكالية الصغار، هذه من أكبر إشكاليات. فالشيخ صهيب ذكر عدة إشكاليات كانت هي الإشكاليات تواجه الشباب في رمضان أو قبل رمضان، أذكر منها ما شئتم. الشيخ فتحي ما شاء الله. ها مني عطل المايك، اللي بيحط شركة عطل المايك. ذكر من الإشكالات أن الإنسان قبل رمضان يقعد ناوي أن بداية رمضان يدير طاعات ويكثر منهن، وبداية رمضان يكون نفسها عالية وعنده همة، ففي يوصل لعد نص رمضان وبعدها تبدأ تقل الهمة هذه ويريح عليه العشر الأواخر اللي هن أفضل أيام، يعني أفضل أيام في رمضان. وذكر منهن إشكالية أن كثرة النوم، ونفس وأن الإنسان لما يدير ذنب أو معصية ما يقنطش من رحمة الله. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. شيخ بلال عندي مداخلة لو سمحت. حاضر الشيخ بكر، شوي نكمل مع الجمهور إن شاء الله نجوك بإذن الله. حاضر بإذن الله. شباب شنو الأخت ذكرت ثلاث نقاط صحيحة، لكن ما زال فينا مسجل كم نقطة ثانية. سامحني شيخ فتحي، كم نسخة كي؟ ما شاء الله قدك الجمهور عندك هلبة ما شاء الله. كملونا النسخ، كملونا النسخ الشيخ اليوم. بسم الله. خلاص نكملونا النسخ يا شيخ. تفضل. شباب من عندها؟ وضحكة الشيطان. نعم؟ ضحكة الشيطان. لو تعلي صوتك شوي. ضحكة الشيطان. ضحكة الشيطان مزبوط صحيح. شن تانيك؟ هذا بنعطيه نص الكتاب هذا علي جمال. ما أكسرك. نتكلم عليها. بيكره وضح لنا كيف قال وضح. ضحكة الشيطان هي عبارة عن إنك تتكلم، ما إنك تقول إنك مكتوب قبل رمضان، فأنت الشيطان يلعب عليك هذه الضحكة، فأنت تقول عادي آخر شيء إنك تدير الدم هذا، فخلاص لأن في رمضان ماكش تدير الدم، ما بديرش الدم، فأنت تدير الدم قبل رمضان، مش في رمضان ما عادش تدير الدم بهذا. نعم. فهذا الشيطان يضحك عليك على هذه الهيئة. نعم. فأنت تمشي في المجال هذا وتدير الدم. نعم. نعم أحسن صحيح. شنو المجال مفتوح؟ شنو ثاني؟ في أي مشاركة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كلهم جاوب إجابة صحيح. تفضل. بسم الله. شيخ صهيب أتكلم ما شاء الله بالترتيب على الموضوع هذا. فبدأ من قبل بداية الشهر الفضيل، فقال أن الشيطان يستغل الوضع هذا فيقوم بإغواء الشاب أو الفرد، فزي ما هو وضحها بقوله أن رمضان قريب، فلو أنت عندك حاجة تبي تديرها، لو عندك شيء تبي تديره أبدأ فيه من توا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أبدأ فيها اللي هي ببداية الشهر الفضيل، حيث قال أن في اليوم الأول أو اليوم الثاني تكون العزائم أشد وأقوى وأفضل، فتزيد الطاعات وتكثر، وبالتالي مع الوقت تميل النفس إلى الراحة. فبنهاية الشهر وفي العشر الأواخر تخف ونبتعد عن الطاعات. والشيء الثاني اللي ذكره الشيخ صهيب هو موضوع الإكثار من النوم والإكثار من الأكل، فيبعدنا عن الطاعات ويغفلنا عليها. كما ذكر الشيخ صهيب موضوع اللي هو بالنسبة للاجتهاد في الطاعات بحيث أن يكون تدريجيا، فهذه نصيحة منه وبارك الله فيها، وأنا لو كنت محتاج إلى الشيء هذا أن الطاعات نأدو بها تدريجيا. فأنا لو كنت صلي في رمضان اللي فات واللي قبله أن نبدأ بطاعات قوية من رمضان الأول بعدين تضعف بالوقت، فهذه أهم الحاجات اللي
صحيح صحيح من بارك الله فيك ما شاء الله الله يبارك فيك. شيخ فتحي انت اربع نسخ تو نزيدوا ولا خلاص؟ لا الاجابه الاخيره لا لا ما كتبناش سامي والله. شيخ فتحي انا مبشركم بشاره كل من يرغب في الحصول على نسخه يخلي رقم عند الشيخ بلال خلاص ما شاء الله. ممن اجاب اجابه صحيحه ومن لازم الصمت ولم يدخل في الاجابه نعم فياخذ يسجل رقمه نعم ان شاء الله يجد عند الشيخ بلال ان شاء الله باذن الله. ونهايه في مغفل طبعا. نعم شيخ بارك الله فيك. شيخ فتحي في مشاركه ممكن من الاخوات؟ نقطه واحده هي العجز بعد الوقوع في معصيه. لو توضح اكثر. انا الانسان يكون مخطط ان يبتعد عن كل المعاصي ولكن بمجرد أن هو يقع في أي معصية يدمر نفسيا ويعتقد في نفسه أنه لا يستطيع وأنه لا يستحق. أي نفس جواب. نعم بارك الله فيكم. أي استفسار أو أي من الحضور أمامنا أي مشاركة كذا؟ شيخ براء أعطيه المايك. يريد بس حاجة واحدة الشيخ عبد الرحمن، لو في إمكانية توضح إن يعني هي هل الإنسان ممكن يكتسب حتى طاعة واحدة بس ويداوم عليها طول السنة خلال شهر رمضان يكتسبها، يعني هي منتزعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولا الحديث بمعناه حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني الإنسان من هذه الحيثية هل يمكن أنه هو يكسب حتى طاعة ولو مثلا ركعتين ولا تلاوة ورد يحافظ عليه بس ديما حتى طول يلتزم به يعني؟ نعم شيخ. هو شيخ براء المسلم يعني هم تعالية ما يرضاش بالقليل، لكن أدومها وإن قل يعني تقليل من العبادات مع تنوعها، مثلاً مش لازم مثلاً بيصلي بمئة ركعة كل يوم مثلاً، لكن لو اقتصر على جزء من الركعات وجزء قليل من الاستغفار وجزء من القرآن وجزء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود بالديمومة. لكن العلماء يقولوا شن أفضل عبادة على الإطلاق؟ أفضل عبادة على الإطلاق ما يتناسب مع الوقت ويجد المسلم حضوره فيه. مرات هي العبادة كلها خير، لكن أنا مثلا أجد في الدعاء مثلا ألد عبادة، خلاص الدعاء يعني يفضل في حق هذا الشخص، ولا تلاوة القرآن عندي فيها حضور ونحس في قرب وأنس بنداوم عليها، مرات الاستغفار، مرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العبادات كلها خير وفضل، لكن اللي يجد الإنسان فيها حضوره يتمسك بها. الإمام مالك قال من فتح له باب فليلزم، لما بعث له يعني بعض العباد وقال له لو تدير كذا قال له يعني الله سبحانه يفتح على كل شخص بابا، فأنت فتح لك في العبادة فاستمر في العبادة. والإمام مالك فتح له في العلم ونشره، فمش معناها انقطاع عن العبادة، لكن بذل الوقت فيه في العبادة ولا بذل الوقت في العلم، فمن فتح له باب فليلزمه. نعم. وربما أيضا ننبه عليه مسألة ما يعينك أو مثلا الأجواء، يعني مثلا الإنسان في 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 طائرة في سفر ونقول الآن ما في أعظم من بر الوالدين، هو معلك في السماء، فأنسب شيء أن يدعو الله عز وجل دعاء السفر لهذا هذا الوقت الذي في سحر مثلا في ثلث الليل الأخير، يقول الآن أفضل شيء أنك تجيب دعاء دخول السوق، فتشعر ان ايضا الاجواء والاوقات والاحوال تعينك، يعني زي ما تفضل الشيخ، يعني بعض الناس يحفظ القران فمثل هؤلاء نقول لهم القران القران، لكن واحد حافظ جزء عام لكن يجد نفسه في اذكار في الاذكار، يجد نفسه في بر لوالديه، يجد نفسه معاني العبادات كثيره، وكما تفضل الشيخ يعني هو احيانا التنوع مع القله اسهل وايسر. نعم له مشاركه المايك الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام.
عندي سؤال يا شيخ، لو كان يعني الشخص حضوره في العبادات متقاربة ومتساوي، هل في عبادة محددة في رمضان يعني وارد فيها نص من السنة أو كانوا الصحابة يداوموا عليها مشانين ركز عليها في رمضان أكثر من غيرها؟ وحاجة تانية، هل طلب العلم أولى من العبادة أولى من طلب العلم في رمضان أو العكس يعني، أو نفس الشيء الزوز عبادة؟ الشيخ عبد الرحمن طلب متعينك الشيخ ضم تحمله. بالنسبة لي العبادة قد تفضل في مكان وقد تفضل في زمان. الآن عندنا في رمضان أفضل العبادات التي يعني لزمها النبي صلى الله عليه وسلم ودارسه جبريل فيها مرتين في العام الذي قبض فيه، وداوم عليها أهل العلم حتى أثر عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم ختمتين كل يوم في رمضان، يقرأ في القرآن مرتين. فلا شك أن تلاوة القرآن أفضل العبادات لمن استوى حضوره في القرآن مع غيره. فإذا جمع الصلاة مع القراءة يعني كان صلى في الليل بالقرآن، فهذا يكون جمع الفضلين. وبالنسبة للعلم، كان العلماء يطوون كتب العلم بالذات في العشر الأواخر، يسكروا بكتب إجازة معناها من الكلية، يسكروا كتب العلم ويتفرغوا للعبادة والذكر. لكن إذا كان الزمن لا يسع، ما عنديش الآن إلا أني بنقرأ شوي، فنخلي وقت القراءة قليل نقص منه، وإحنا منقصين لكم ما شاء الله 5 دقائق من كل محاضرة. فيعني يصرف وقت الإنسان غالبه في القرآن وفي الذكر أكثر من صرفه في العلم بالذات في العشر الأواخر. وخلي الشيخ عبد الرحمن يشرح في الدرس وأنت أوردك في الحصة. نعم. قبل ختامك في الشيخ أبو بكر معنا ولا؟ معك يا شيخ. إيه، قبل ختامك في دقائق الشيخ أبو بكر لو حبيت إضافة أو مداخلة. بعون الله تعالى. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاً أرحب بالمشايخ الفضلاء الشيخ صهيب والشيخ فتحي والشيخ الدكتور عبد الرحمن وبحضرة الشيخ بلال وبكل الحضور المتواجدين معنا في المحاضرة الجميلة والطيبة التي حقيقة استفدت بها كثيراً وكانت ممتعة حتى في صحبة الناس الفضلاء والناس الطيبة وفي صحبة مجلس الذكر يعني أولا. فطبعا أنا تواصلت مع الشيخ بلال، كان حبيت نشارك لأن من أول ما شدني الموضوع كان الموضوع الشباب والشباب في رمضان. طبعا هذا عنصر لا يتجزأ من أساسيات رمضان. إذا كان من عندي كلمة قصيرة تتمحور حتى حول 4 محاور يعني، أو حاجة أهمية الشباب هذا أولا، وثانيا ضرورة التوعية للشباب، وثالثا ان الوقت اللي نمر به وقت ثمين لابد ان يكون محافظ عليه باقصى ما يمكن، ورابعا كيف يسرق رمضان من الشباب يعني. فاهميه الشباب هذه لا يخلو عليكم جميعا، احنا راح نعيش في دوله بصراحه راه نقول لك لا نكذب على بعضنا، نقول لك ان اكثر من 80% من سكان دولتنا هم من الشباب، والشباب الشباب يعني حتى الشباب الشيابين يعني. وانت معارف وزي ما قال تفضل الشيخ فتحي كريم، يعني الشباب يحتاج الى عده اشياء يعني كثيره وكثيره وكثيره وكثيره، وجدوله اليوم عبد بالعديد من الاشياء اللي تصعصي عليه ان يقسم حتى وقت الله حتى يجلس ما. فهذا عنصر مهم في الامه وعنصر حساس جدا جدا، والحقيقه يعني العنايه به والاهتمام به وحتى توجيه ناحيه التوجيه السليم يعني امر جميل وطيب جدا. ضروره التوعيه لابد يعني، فصل المشايخ وبارك الله فيكم حطيت بعض النقاط المهمة. لابد نحن نوعي الشباب يعني تكون توعيتنا فيه على سبيل الدوام وعلى سبيل السماء، وبالذات عندما يقترب المواسم اللي فيها الخير ومواسم السماء. حتى وإن كان أنا مارست الشيء هذا حتى من تلقاء الخطابة، من حيث الخطابة في المسجد ومن حيث بألقاء بعض الدروس والله بعض المشاركة في بعض الندوات والمجالس، يعني راه التوعية مهمة جدا جدا يعني. تجد بعض الشباب يعني أدنى وأبسط المعلومات يعني غايبة عنه، مع أن راه للأسف الشديد عند الفورجي يا بنتكلم بصراحة، عند الفورجي عندما يقيد ما يزيد عن 24 ساعة ومن يوم 24 ساعة مشايخ يمكن أقول لك 15 ساعة على النت. فالدورة أنت شن الحاصلة طلعت منها بالكلام هذا؟ عندك نت كويس، عندك حاجة جميلة، عندك نقال ممكن عصري يطلعك على العديد من المعلومات، يطلعك على العديد من الأشياء
جيت تشبح المحصلة عندنا تلقاه نهائياً نهائياً ليس له شيء من ذلك. باهي كيف يعني أنت 15 ساعة ما وجدت فيها على الشبكة الدولية، معقولة ما حصلت شيء ما استفدت منها شيء؟ يعني حقا يعني أمر في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. ابننا الشاب معقول يظل وقت ثلاثة أرباع على الساعات في 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 مجالس معينة لا تجد فيها لا علما ولا إصلاحا ولا نظرة إلى النفس ولا نظرة إلى النفس وتقويم المحاسنة فيها نهائيا نهائيا نهائيا. وتجد طبعا النقطة الثالثة طبعا تفرطهم في الوقت بصفة عامة، يعني جل الشباب هذا يعاني ميكنة الوقت يا مشايخ بشكل يعني غريب جدا جدا. يعني أنا عانيت مع طلاب معايا في الحلقة، في الكتاب، في 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 العمل، في المسجد يعني كذلك. يعني من الصعب تجد شابا تتفق معه على آلية وضبط معين للوقت. يا أبنائي تعلم كيف تضبط وقتك، كل شيء يعطيه وقته، كل شيء يعطيه حصته نهائيا. ما فيش يعطيك يوم كويس وعشر أيام وطلع 20 يوم ما تلقى فيه صمة. كل شيء قاعد عنده بالمزاج، كل عمل يؤدي بالمزاج، سواء كان في المراجعة في العمل في كذا كذا. يعني ما فيش اهتمام، ما فيش ذلك الحرص بشكل واسع يعني. فهذه المشكلة ونحن نعانوا فيها ونركزوا عليها عام عن عام في عليه حتى وتناول حتى في باب خطبنا الجمعية. بدأت يعني دائما دا عن نفسنا بدأت في خطب الجمعة بدأت بتاع الموسم من رمضان ديما أركن فيها إلى الشباب ونحاول نهدز معاه ونحاول نتبادل معاه بعض هالشيء. الآن الرابعة والأخيرة اللي ما هبش ما نطولش عليهم، كيف يسرق رمضان من الشباب؟ والله أنا ما راح أقولكم عن أوضاع، لكن مع أوضاع بلدي في باري في منطقة جنوبية أراه الشباب القهوة هذه دايركتر يعني يراه العشية الصباح بكري مرات بعض الاستثمار في الأيام العادية، وبعد شيك رمضان هذا ثابت من بعد صلاة العشاء إلى برا. خلق عندنا جيل شديد كبير جدا من الشباب أراه هذا لا يعرف المغرب في الجامعة عامة الناس، ولا يعرف أن نرى في شيء اسمه تراويح وفي اسمه صلاة العشاء مع عامة الناس. كان يا الله ضرب الشربة في الحوش وضرب الفطور متاعه طول القهوة وصيدة زيب لثية الدخان وهدزة زايدة والبلاش فيها وما فيها سياسة اقتصاد شح شنو فلان دار فلان مدار. يعني يضيع وقته ثلاثة أربعة وقته في كلام فاضي ليس له لا مهمة ولا شيء اسمه ولا يكترث نهائيا نهائيا نهائيا. وضافا حتى بارك الله في شخصيه حتى ركز على قضية النوم. يعني تو احنا في منطقتنا لو نعطيكم سرعة منطقتنا الشباب ينوض طبعا جدولها كشاب مثلا داخل 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 منطقة البلد أول شيء طبعا النوم الليل معاش فيه نهائيا باعتبار أنه شنو بيعوض النهار هذي ما فيش مفلوت من بعد الفجر اسمه الوحيد اللي ربما بعض الشاو وجلهم يتكاثر فيها. البعض منهم يحرص على صلاة الجماعة في الفجر معنا في المسجد هنا، إذا صلى الفجر يمشي لديك البطانية ولكن التكييف يا سادة بالله ما فيش يطويها نوم لا عند الساعة عادي فوت عليه الظهر الساعة 2 الساعة 3 والله مرات لو الحرص أن تفوته الفرض اللي بعدها عادي مرات يعلق الظهر مع العصر في آن واحد. هذا تابت ليل مغرب ليل يعني 2 3 الجايلة تجد في نفس الطريقة. كان ناضها يجيب 4 وخلاص الظهر بدري وخلاص. كانت كام شد الزول السوق والله مشي مرات يحضر العصر مرات تفوت العصر يشدها على النت تتبع من مسلسل لمسلسل برنامج إلى برنامج من آلية إلى آلية ليأذن عليه المغرب وهرجة له. وكان بكل داره في البلاد دوري والله كذا كذا يمشي يطلع للعشية ينفس وقته مع عامة الناس. والحاصل دائم الوقت يعني ما فيش يعني من قبراء وحرص من شباب الأمة في الغالب. والله حتى إحنا راهو ما نقولكم راهو مهارات إحنا راهو حتى إحنا راهو مغلوبين وحتى إحنا راهو ما ولا نزكوا على الله ولا نزكوا أنفسنا، لكن إحنا نقول في الواقع ربما حتى إحنا كنا مشاركين فيه. يعني رمضان من رمضان فايد واللي قبله صور يعني راهو كانت تتأثر عندنا صلاة التراويح بالمباريات بالدوريات كانت جمع وقت طبعا تصرف بدأت في الوقت المنطقة الجنوبية مع وقت صلاة التراويح بالضبط. ربما في طراب استخدم في الوقت قليلا شوية لكن في المنطقة الجنوبية مع وقت المباريات بالضبط. وطبعا هذا إغراء كبير يحتاج إلى نوع من التمارين ونوع من الضبط بش إن النادم يعني شو اسمه. لكن هذا الواقع والله يقول لك أنا كان وقت تكون في مباريات في دور الأبطال والله حتى في أو الشباب يعرفون أن يعرفوا الأشياء هذه الأبطال والدوريات وغيره غيره والله ما فيش يا شيخ يعطيهن يعطيهن العشاء يا الله على السريع ودونك للقهوة ودونك للمباراة. يقول لي يا راجل انت كيف في تراويح في شيء اسمه في تعال فضل مع ان حتى احنا في الغريفة او حتى والله مسهلين عليه ممكن نقول عندنا 6 مساجد يا شيخ عندنا المصحف كامل وعندنا النصف وعندنا الربع وعندنا ثلث المصحف وعندنا اقل من الربع وعندنا التخفيف في الهاك متكاثر ما فيش فايدة قاعد الامر كما هو عليه كما هو عليه. احنا ناس دائما ندعو الى الصلح وندعو الى الاصلاح ما استطعنا
ونحاول نرغب الشباب وانهم على هالمسائل هذه، ان بنادم يعني ساعة هكذا وساعة هكذا يعطي جزء من وقته للطاعة والعبادة. وزي ما قال الشيخ صهيب بارك الله فيه، إن مثلا ما يكثرش على نفسه بالطاعات العبادة مش ما يخسراش لاحقا في بالذات في العشر الأواخر في آخر الأوقات، ويكون يعني نفسه بين ساعة هكذا وساعة هكذا أولى من الضيع الكامل. بارك الله فيكم على المشاركة وجزاكم الله خير، وسامحونا على الإطالة، ولو عندكم استفسار والله شيء مرات نقدر نفيد منكم ونستفيد من حتى من سال المشايخ بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك الشيخ أبو بكر على هذه الكلمة الطيبة التي حقيقة ركز فيها على أهم ما نسميها مداخل الشيطان أو من تبليس إبليس، فجزاك الله خيرا الشيخ أبو بكر. قبل أن نختمك لو حد عنده أي استفسار أي مداخلة مع المشايخ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال الشيخ فتحي بما أن بيهبنا كتاب بارك الله فيه. الله أعلم تواد الأخي كيرا مزاج كل كلام بشيرة قدام الإعلام إن شاء الله خير بعدين. بما أن بإذن الله على أبواب شهر فضيل الله مجعله خير للبلاد والعباد اللهم أمين يا رب العالمين، فيكثر فيه الدعاء ولله الحمد. فعندي استفسار يخص بالنسبة للدعاء، اكثرنا من الدعاء في شهر فضيل او في غيره من الشهور برغبه وبنيه خالصه لله وبتمني بان يتحقق في اسرع وقت، لكن ما هذا لا يحدث هذا، فيقع في النفس قليل من الشك، لا اعلم ان كان من جهل نبي ديننا او قله ايماننا، لكن ما علاجه او ما اجتنابه بحيث ان يحدث في النفس أن الدعاء لا يستجاب. نعم. نوع ما حزن في النفس علاش أسئلة تتوارد بحكم قولها خلاص ما أسئلة. إيه أسئلة بصفة عامة تتوارد، فلو عندك كلمة تنصحنا بها. هو ما في شك يعني أن الإنسان إذا ما دام رفع يديه إلى السماء فهو في صراع مع النفس ومع الشيطان، لأن الشيطان يدرك يقينا أن الدعاء مشروع ربحي لا خسارة فيه. فمجرد ما ترفع يديك أولا رفعك يديك إلى السماء دليل على توفيق الله لك وأن الله أراد أن يستجيب الدعاء. ولهذا بالأمس فقط كنت أسمع أحد المشايخ يقول أن الدعاء لا يرد، وإن كان ظاهره مردود أو لا غير مستجاب، لكن في الحقيقة الدعاء مشروع ربحي لا خسارة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أو ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها قطيعة ولا إثم إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. هذا شيء. فأنت تدخل بهذه العقيدة وأيضا تعلم يقينا أن الله قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني. فحدث نفسك بهذه الأحاديث، يعني اشحن اسمع محاضرة في فضل الدعاء وآدابه وأسباب الاستجابة ثم رفع يديه. التكرار والترداد وطرق الباب، لأن هذا مما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وكان من هديه. يعني عندما تريد أن تجمع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن يعني حياة عليه الصلاة والسلام وأنفاسه كانت مملوءة ممزوجة مخلوطة معطرة بهذه الأدعية الكثيرة الكبيرة، مع أنه هو النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورأينا عشرات ورأينا خلقا كثيرا ممن يقول لك: أنا دعوت الله في أمر ما فاستجاب الله لي. أنت الآن عندما تقرأ سورة الأنبياء مثلا، هذه كان بعض يقول هذه السورة كشفت لك عن عبادات الأنبياء، فكلما ذكر لك خبر من أخبار الأنبياء تجد: فاستجبنا له، فنجيناه، فمثلا وهبنا، فتجد أن يذكر لك خبر النبي ودعواته وتضرعه وحاله مع الله، ثم يقول الله لك: فاستجبنا له، فنجيناه، آتيناه. فأنت عندما تدعو الله كن على يقين، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. اعلم أن النتائج ليست يعني مشروط أن تكون الآن، لازم دعاء معين ردده كرره، لأن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء وبارك الله فيه. نعم تفضل أستاذ. بعد المحاضرة الكاملة، إيش الوسيلة أو النصيحة أو الكيفية أو الطريقة أو العمل اللي ورد في كتاب السنة
كيفية المحافظة كيف يحافظ المسلم على الإيمانيات أو النفحات اللي اكتسبها في رمضان حتى تستمر بعد رمضان، وهذه يعني حصلت حتى اللي قال على شيخ صهيب أو قلت عليها أنت حضرتك شيخ فتحي، اللي هي ككلمة سيدنا عمر أو الصحابة اللي قالت سيدنا عمر كنا نجالس رسول الله حتى تكون أعلى، بمعنى تكون أعلى درجات الإيمان، وبعد أن نخرج لا نشعر بالنفاق. يعني كيف مع مغريات الحياة أو فتن الحياة أو صعوبات الحياة أو كيف يحافظ المسلم؟ ما الطريقة أو الوسيلة أو ما العمل اللي يساعد المسلم أن تستمر هذه النفحات رمضان يكون طوال العام؟ ولا تقتصر على أزمنة أو مواقفنا. يعني هي لابد ان يدرك الانسان ان الفتور هذا لابد منه، يعني اذا كان الانسان ان يرود ان يكون يعني في حال واحده، بل هو في كل يوم يرتقي، قد يكون هذا من الامور الشاقه، لكن الانسان يحصل لا ما يحصل لاي سائر سالك. ربما احيانا الوقوع في الغفله او الوقوع في ذنب او الوقوع في تقصير هذا خير له وهو لا يشعر. لما؟ لأن أحيانا عندما مثلا على سبيل المثال سافرت أنا والشيخ عبد الرحمن، فلما جن الليل يعني الشيخ مع عبد الرحمن لطول السفر ومشقته اختار أن يوتر وينام، وهو يحدث نفسه في نومه أنه ودى قام وصلى ركعات، وفي المقابل توضعت وقمت وصليت وأعجبت بهذه الصلاة. فرب تقصير يورث محاسبة وانكسار يحبه الله عز وجل من عبده خير وأحب من طاعة تورث عجب. وأحياناً عندما يسير السائر ويجد بعض التقصير أو التضييع أو التفريط هذه المحاسبة وهذا الندم، ولهذا يقولون إن حرص الإنسان على صلاح قلبه دليل على صلاح قلبه. فما يجد الإنسان من خواطر وما يجد من تساؤلات وما يجد من حرص على أن يصلح من حاله وأن يكون دائماً هو ممن يسابق، هذا ببذرة طيبة. الأمر الثاني الدعاء الذي كنا نتحدث عنه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك الرياضة، وربما أشار إليها الشيخ صهيب في قضية التدرج. أحيانا الحب، يعني أنا طولت، إحنا كنا كذلك كان هذا في أول اللقاء، يعني الصحابة دائما أقول يا جماعة الخير خطابنا اليوم في مثل على سبيل المثال في قضية الترغيب في قراءة القرآن، أكثر من يتحدث إن لم يكن كل من متحدث في فضائل القرآن يقول لك وحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها وقراءتك للقرآن فيها أجر كذا كذا، تمام. وفي المقابل هجر القرآن مذموم وقال الرسول يا رب، تمام. لكن بين هذا وذاك في خطاب ثالث لا نسمعه، وهو خطاب الحب. يعني من الذي يحدثنا عن حبنا للقرآن؟ أن يصبح القرآن مش قضية تعامل مع تجارة، أنا أريد فيه الأجر الفلاني والثواب الفلاني أو النجاة من العقاب الفلاني. فإذا أشتري بقلب الإنسان حب القرآن بل يصل به الحال إلى لا أقول إلى محبة قراءتي فقط بل محبة الاستماع إليه، وهذا ما هو معلوم في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. نعم بارك الله فيكم وجزاكم. إضافة للي قال الشيخ فتحي، بس البعض يستشكل يقول بها أنا مستمر بالحالة الإيمانية الرفيعة في رمضان، هل معناه أني ما نذنبش ما فيش ذنب؟ لا، الذنب لا ينافي المقام الرفيع هذا الإيماني، لأن المؤمن اللي يشحن بإيمانيات عالية عنده مقام رفيع في الطاعة ومقام رفيع في المعصية. الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، زي ما قال إذا كان هو باها وأعجب بالطاعة اللي دارها حبط عمله فيها، والمعصية التي تورثه ذلا وندما وانكسارا وتذللا بين يدي الله أرفع مقاما من الطاعة اللي فيها العز والاستكبار. لذلك يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول إلهي أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك، يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الطاعات، لأني أجدني في الطاعات أعتمد على نفسي وكيف أصفيها وأنا بالآفات معروف، وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك
وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. الله الله إن شاء الله. نعم شيخنا بارك الله فيكم. أنا بنضيف كلام على استجابة الدعاء. فشيء هذا نشوف فيه ديما على النت أن أغلب البنات تقول أناني ندعي وما نلقاش في استجابة ومن كلام هذا. فبنقوله أن الأنبياء اللي عليهم السلام اللي ربي اصطفاهم اللي هم أطهر البشر، فلما نجو نقرأ القصص بتاعهم نلقوا ربي استجاب لهم بعد كم سنة. يعني سوى سيدنا يعقوب أن يعني قعد درجة أن معاش يشوف وهكي، ونفس الشيء سيدنا أيوب عليه السلام. فلما نشوف صبرهم وقصصهم أن ربي يستجيب لهم مرات بعد كم سنة، فما بالك نحن البشر اللي حياتنا مليانة ذنوب ومغمورة، يعني مليانين ذنوب. فمرات إنسان يتجي وتقول له ندعينا ربي ما استجبش، فتلقيها لها سنة بس أو مرات سنتين أو شهر اللي فات بس كيف تمت تدعي تبي الاستجابة طول. فرسول الله سلام قال يستجاب العبد ما لم يعجل، فالإنسان ما يعجلش وفي كل الأحوال فيها خيرة، فيها خيرة للإنسان. مرات ربي بيعلمه أنه يصبر أو يرضى بقضاء، ومرات الخير في الآخرة يعني. صحيح. فالإنسان يكون راضي بقضاء الله وقدره. نعم صحيح. الله بارك الله فيكم. أستاذ آخر مداخلة معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه ملاحظة يا ريت هيك كنت أنا أتمنى أن هي تكون فصل السياق متاع المحاضرة هذه. بارك الله في المشايخ الكرام اللي شاركوا. هي ربط الصيام مش بالطاعات فقط، بالطاعات والسلوك اللي هو تعامل ما بين الناس. يمشي الإنسان يصلي ويصلي نوافل ويتردد على المسجد ويتلو القرآن ويصيم ويزكي ويدير كل شيء، ولكن المشكلة تبقى لما يطلع طوى في رمضان في التعامل مع الناس ممكن يمحي هذا كله في أول تصرف نتيجة لاش نتيجة تواهت. ممكن حتى بعض الشباب هنا في منهم البنات في منهم الزوجات في منهم الكذا تعامل اللي هي ما بينها ما بين مثلا أختها ما بين أمها ما بين سلفتها ما بين عزوزها ما بين كذا ما بين كذا، هذا كله يخش من ضمن الطاعات هذه. أنت في رمضان يعني بتمشي وبتصلي بتدير كل شيء، ولكن في نفس الوقت في التعامل. الشباب مثلا عندهم كثرة السهر في رمضان، وكثرة السهر والنضان الفقام بكري وكذا شيء بيبدأ ناقص نوم بيوتر الأعصاب، هذه معروفة علميا. وأول تعامل مع أول واحد تنصب مشكلة. فهي واحدة من الحاجات أنا أتمنيت أن أكون التنبيه للشيء هذا. إيه أنت بتسهر وبتنوض الصبح بكري وبتبدأ بعدين متوتر أي حاجة تترك عصبيا وتبدا تفتعل او تصير عندك مشاكل، هذه ضروري من ينبه لها باش يذكر الموقف هذايا ويذكر شيء هذا يذكر فيها الله اللهم اني صايم. لكن راهي المشكله انك انت برا دير كذا كذا، لكن التعامل والسلوك التعامل مع الناس هذه واحده من اكثر الاشياء في رمضان راهي تسبب في مشاكل. صحيح صحيح. لو تلاحظها في الشارع المشاجرات تكثر، وخاصه في الاسواق والحاجات هذه السيارات والسائقين وكذا تصير مشاكل كبيرة جدا. لاحظوها في كل رمضان تصير حوادث وتصير كذا نتيجة راهي أشياء معينة. معناها هذه واحدة من الأشياء اللي تمنيت أن ترتبط بالمحاضرة هذه باش حتى احنا نستعدوا لشيء هذايا. وشكرا بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. صحيح بارك الله فيكم. وهذا لا شك فيه أن الإنسان عندما يزداد طاعة أو يزداد عبادة وكذا هذا كان ينبغي أن يعكس على معاملاته، وينبغي فهذا مفروض من ثمرات أن يعني يتعامل مع الناس بأسلوب حسن وجيد. فبارك الله فيك على هذه الإضافة. في ختام هذا الملتقى أشكر مشايخنا الكرام الشيخ عبد الرحمن قدوع وشيخنا الشيخ فتحي كريم، كما أشكر الشيخ صهيب بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، وأشكر الشيخ أبو بكر على هذه الإضافة، وأشكركم أخوتي الحضور وبارك الله فيكم. نلتقي بإذن الله تعالى في ملتقى أو في محاضرة ثانية. إلى ذلك الحين نستودعكم والله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.